أقول للشيعة على وجه الأرض بأدب جم، أنا لا أرى لنفسي أبداً أن أخرج عن مقام الأدب في خطابي مع أي أحد، فهذا خلق تعلمته من سيدنا رسول الله عليه وسلم. أقول لهم لا ينبغي أن يزايد أحد على حب أهل مصر لآل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن في مصر نحب آل البيت، صدقوني والله لا أبالغ، والله لا أبالغ إن قلت أعلموا شعباً على وجه الأرض يحب آل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحب أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كحب شعب مصر. والله نعم نحب آل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رب إلى الله بحبهم يا إلهي. فيا أهل التشيع على وجه الأرض، لا ينبغي أن يزايد أحد على أهل مصر في حب آل بيت سيدنا رسول الله، فنحن نعلنها للدنيا كلها، لن تجد شعبا على وجه الأرض وأصحاب الحبيب المصطفى كحب شعب مصر. ومن هذا المنطلق نعلن جميعا أننا لم ولن نقبل أبدا أبدا أن ينال من أصحاب رسول الله، نفتديهم ورب الكعبة بدمائنا وأرواحنا وأولادنا وأموالنا، لن نقبل أبدا. اطمئنوا، لن يقبل شعب مصر. تستطيع أن تخدع واحدا منهم بالمال، تستطيع أن تخدع واحدا منهم بالمال من أصحاب الحاجة، لكنك إن سببت أمامه أبا بكر وعمر والله سيحطم رأسك، والله سيحطم رأسك، ولن يقبل أبدا. سيصدق، ولن يقبل أن يسب الفاروق، ولن يقبل أن تتهم أم المؤمنين عائشة بالزنا عياذا بالله. هذا هو شعب مصر، نحب الصحابة ونترضى عنهم، ونحب أصحاب الله صلى الله عليه وسلم وبالخير نذكرهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، فحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم زندقة ونفاق وطغيان. قال الحافظ أبو زرعة: إذا رأيت الرجل يسب أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم بأنه زنديق، وذلك أن القرآن حق والرسول حق وما جاء به من عند الله حق، والذي نقل إلينا كل ذلك هم الصحابة، فهؤلاء يريدون أن يهدموا الصحابة ليبطلوا السنة. هكذا قال الحافظ الكبير أبو زرعة، والآيات في فضلهم كثيرة، والأحاديث في شأنهم غزيرة. قال ربنا جل وعلا: والأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. والآيات فيهم كثيرة. ويقول سيدنا رسول الله كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وفي رواية أبي سعيد في الصحيحين: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيدي لو أنفق أحدكم مد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، بل من أغضب الصحابة فقد أغضب الله جل جلاله. في صحيح مسلم من حديث عائذ بن هبيرة من أصحاب بيعة الرضوان، من أصحاب بيعة الرضوان، قال: مر أبو سفيان على نفر من أصحاب النبي فيهم بلال وعمار وصهيب، فقال الصحابة من فقرائهم رضوان الله عليهم في شأن أبي سفيان: والله ما أخذت سيوف الله من عدم أخذها. فقال الصديق رضي الله عنه في المجلس: أتقولون هذا لشيخ قريش؟ وغضب الصديق وترك مجلسهم وقام إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بما قال بلال وعمار وصهيب وسلمان. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، فلئن كنت أغضبتهم فلقد أغضبت ربك عز وجل. فعاد الصديق يجري: إخوتاه مني؟ قالوا: لا، يغفر الله لك يا أخي، وفي لفظ: يغفر الله لك يا أخي. فنحب الصحابة ولن نقبل بالصحابة أو أن ينال من الصحابة. ويسمح أهل مصر أبدا بإنشاء حسينية على أرض مصر أبدا بإذن الله تبارك وتعالى. وإن شاء الله ما دام في مصر بفضل الله تبارك وتعالى الأزهر، وما دام في مصر علماء وأهل السنة من الربانيين والصادقين